والتي ذهب ضحيتها أكثر من 100 شهيد. منار زرزة بمختلف مشاتيها ومداشرها تعاني نقصا كبيرا في التنمية، وخاصة بقرية تامولة التي تبعد عن مقر البلدية بحوالي 7 كيلومتر. وبالرغم من المجهودات المبذولة من طرف الدولة، إلا أن القرية لا زالت تعاني الكثير من النقائص، خاصة في التهيئة الحضارية. قناة السلام انتقلت إلى قرية تامولة ورصدت لكم بعض الانشغالات. احنا سكان بلدية منار زرزة الواقعة بولاية ميلا، ونشكر قناة السلام على هذه الزيارة إلى بلدية منار زرزة فرع تامولة. راكم تشوفوا السكان في حي تامولة. هذا الحي أنشئ في سنة 1970 في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين. الترميم ما كانش، لانسينيسمون ما كانش، طابي ما كانش، الاهمال. كاين مشاكل عده وعديده، من بين المشاكل اللي يعانيها المواطن في تامولا في بلديه منار زرزة. الاستقبال في البلديه ما كانش، في الولايه ما كانش، ما فهمناش شكون يستقبلنا درك. المواطن هنا راه يعاني البيروقراطيه. ما فهمناش الساكن الريفي ما يتمش 7000 نسمه في هذه المنطقه في هذا الفرع. يعني شوف، يعني صراحة الناس راهي تعاني. نطلبوا من السلطات اللي راهي تشوف فينا من خلال هذه القناة تتدخل وتنصف الحق وتنحي هذا الإهمال وتحبس هذا النوع من التصرفات. وشكرا. احنا سكان بلدية منار زرزة بالضبط مشتة تامولة، عندنا إشكاليات بزاف، إن شاء الله نحوسوا نوصلوهم للسلطات المعنية. عندنا أولا الإشكالية نتاع الطريق هذه، كما الطريق هذه راهي ما راهي قديمه وراهي بيست، وما شكينا لعده السلطات سواء المحليه هنا في البلديه وحتى في الولائيه، ولكن لحد الان ما استجابوا لنا. سكان بلديه منار زرزة فرع تامولة نعاني من عده مشاكل، من بين المشاكل هذه هي السكن. السكن احنا هنا في مثلا في قريه تامولة حوالي 7000 نسمه، عندنا من حقوقنا السكن الريفي، ما نهضروش عن السكن الاخرين، السكن الاجتماعي والسكن التساهمي والسكن عده انواع من السكن، ولكن السكن الريفي ما نجيو نلاحظوا ونشوفوا هكذا نسبه ضئيله، بالك 10% بالك ما كاملاش اللي يستفادوا من هذا السكن. احنا نطالبوا من السلطات المحليه والسلطات الولائيه انه يشوفوا هذه البلديه عموما والمنطقه هذه خصوصا بعين الاعتبار. ايضا من بين المشاكل الموجوده بالنسبه الانترنت، مثلا الانترنت احنا هنا في تامول هنا ما غير موجوده 2014 في الجيل الرابع والجيل الخامس في البلدان الاخرى. احنا هنا ما عندنا والو، ما عندناش الانترنت، ما عندناش ابسط حاجه هي الانترنت، كانوا الناس استفادوا منها في التسعينات، احنا هنا ما عندناش. مشكل قناه السلام اللي لحقت لها المنطقه هذه المغبونه المعزوله، ليكون هذه المنطقه عانات من السنوات الماضيه من الجرائم اللي وقعت في تاع الارهاب، ولكن الشباب تاعها ولا اليوم المواطنين تاعهم راهم يعانيوا، ولادهم راهم يمشيوا 7 كيلو منا باه يقراوا وياكلوا بالخبز هكذاك بالشايح، لا ماكله في الليسي، راهم قاعدين يعانيوا في الذهاب والاياب. عندنا بالنسبه للسكن الريفي راهي محرومه، يمدوه على حساب التصفيات الحزبيه، راهم الاخر اللي كان معاه في الحزب يعطيه، ولا كان ما كانش يعطيه، كاينين هنا نجيب لك ناس من دي داروا الدوسي تاعهم في 2005، راهم مازالوا يعانيوا في شقه واحده. اليوم المواطن راهو يعاني حتى الورقه النقبه في الاخر خلاص اللي راهو الناس قدمها حتى للديار، حنا اليوم راهو كانه راح يخرج الفيزا. بالنسبه للشهايد الوثائق المطلوبه لونساج الشبيبه، واحد ما استفاد من لونساج هنا في الدشره هذه اللي راهي عدد السكان تاعها راهو في واحد 7000 نسمه ولا ليه. الشباب راهو يعاني لا خدمه بطال، يروح يخرج الوثيقة ما يقدرش يخرجها، يروح من عند رئيس الدار ما يستقبلو، لعند رئيس البلدية ما يستقبلو، راهو يعاني وعلى بالهم بها، هنا المنطقة هذه على بالو بها بالوالي برئيس الدار على بالو بها راهي تعاني، وهي اللي حررت فيها، ماتوا في الثورة الشهداء فيها، عانت في الثورة وزاد عانت في السنوات الأخرى هذه. والسلام عليكم. الجزيرية أهلا بها غير ربي سبحانه، أهلا ما نحكيش غير على الحوايج، نروحوا للبوسطة، البوسطة في الشتاء اللي يخدموا فيها راهم يغطيو بالنيلو. الشتا تقطر عليهم، داروا لنا فرع بلدي الفوق بصح وقتاش يفتح ما على بالناش.
نهضروا على الديسبونسير ما فيه لا طبيب لا والو. حنا رانا باش المرض تروح تزيد ولا حاجه تمشي 50 كيلو صادي بو تزيد مع الطريق صادي بو على بالناش كيفاه وكتزيد كي توصل تما للسبيطار الى لقاوك ماشي مثل ما زيدوا يعاودوا يرجعوك. يحكيوا لك الكليراج بيبليك هذا راهم يركبوا به بالبيستو وزيد كي يركبوا يكمل صادي بو يشعل ما يشعلش تهوز الماء ديال الشراب على جيبوا له السيتير راجع الماء ب 170000 150000 تريح لك يومين واللي يروح يجيبها لك يدير لاشاف بالبير صادي بو حتى يوصلوا التور. اودي واش نحكي لك الطريق ما كاش يا المسؤولين ما عطيناش قصه حنا كاع لا كاينين ولا ما كاش يا رانا نعانيو في ميزيريا يعلم بها غير ربي سبحانه. يحكيو على الغاز الغاز يدو فيه لي سبان وماصر وروحو روح حنا هنا غاز وما كاش كون تجي في الشتالة وتشوف تسجل الرقبه باش تمشي يحبلك قرعه ديال الغاز باش تجيبها تولي دير 60000 70000 الكاميو يروح الصوره تراك يريح سمانة. يا حنا رانا ربي دي عالم بها تشوف الاولاد الاولاد يقراو في المدرسه بعد يمشيو في السنترا تدخل بنتك تقرا تروح تجيبها صافي برقعه يابسه زرقاء يعني ما نحكيوش فيها هذه او على بالو بها العام والخاص. السلام عليكم مشتاق قناه السلام اللي زارتنا لهذه المنطقه منطقه تاموله تابعه اداريه لبلديه منار زارزة ولائيه لولايه ميلا. هنا البلديه هذا رانا في حي سميوه بالاغلبيه نعيطوا له حي العطش. الماء ما كانش لاسينيسمو ما كانش الطريق ما كانش تشوف الحاله كاع راهي داخله في بعضها. هذا الحي يخدموا بومدين الله يرحمه الترميم فيه ما كانش. الشعب راهو ضايع الشباب راهو ضايع. نحكيو على الحالات الاجتماعيه عندنا حنايا شباب في عمره 15 سنه هز التابوي رايح راح الزفر 15 سنه باش حنا بلادنا نقراو عليها في غير في الكتابات باللي فيها الخيرات وحنا الشباب راهم يزفروا في مطيشين في بلاد الناس كل واحد وين رايح يخدم على شره ومن بعد يجي يقول لك هنا ما كان ورانا نريدلكم في البلاد ورانا نخدموا لكم ورانا نديروا لكم. مسؤولين نشوفوهم غير من الانتخابات للانتخابات كما العاده خمس سنين يجيو الشراك اللي قبل الفوت ضايفيه يديروا فيها كورتاج ويروحوا. هذا واش كاين بو على الماء رانا نحكيو على السيترنات ما كاش الدار ما فيهاش دو سيترنات ثلاثه سيترنات 150 160 170 يجيبوها من لانتيه من دايره من دايره متسادة لهيه. الكاميو باش يلحق لهنايا تسناه يومين. الغاز ما نحكيوش نهار يلحق الشتاء رانا نعانيو شي كثير الثلج يطلع بمتر على مترتين. الغاز ما تحكيش يعني باش تلقى قرعه لازم تسلف على الجيران اللي عنده 7 ولا 8 اللي عمر في ديسمبر ديسمبر حنا وجانفي هذا ما تحكيش عليه باللي الغاز فيه انسى باللي الغاز كاين. يروحوا يجيبوا مشلغوم الكاميو يستنى سمانه باش يجيبوا مشلغوم ومن بعد هنا المسؤولين يجي يقول ترانا نريقلوا في البلاد. واش متريقل في البلاد هذا ما كان لا تريقل لا والو رانا عايشين كل قطوطة عايشين وخلاص ما كان والو والله ما كان شي حتى شي في هذه البلاد هذه هي. وشوفوا الدراري راهم صغار يمشيوا منا للتمثال يروحوا يقراوا في الثانويه. عندنا ثانويه وحده في مشتى تضم فيها 36 مشتى في بلديه وحده ما فيها لا مطعم لا والو. الكلاسه فيها 50 واحد وين لقيت انت ليسي فيه 12 كلاسه يقري 50 تلميذ 50 وين راح يفهم التلميذ هذا وين راح يفهم. واحد يهارج واحد يغوت واحد ما يقراش واحد داخل واحد خارج. سبيطار ما فيه سبيطار ما كانش عندنا لاكلينيك راهي مبلع بيرمانوس ما كانش. اللي يخدم الصباح تروح للعساس هو يضرب بيتوره مسخر بيا عساس يضرب بيتوره الواحد. المراه تجي تزيد لك فاكارو صادي بو في لي فيراج تاع لانتيا تزيد الحمايه ما كانش او مشاكل عده في هذه المنطقه النقل ما كانش او نطالبوا من السلطات العليا يشوفوا معنا والو غير بشفت عين هكا يشوفوا معنا غير بحاجه قليله وخلاص. هذا وقد حاولنا الاتصال برئيس البلديه للرد عن انشغالات هؤلاء المواطنين لكننا لم نتمكن من اخذ اي تصريح من طرفه.